ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم مدعومة بانخفاض الدولار، في حين يتجه المعدن النفيس صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر. وزاد الذهب بنسبة بلغت 0.2% ليصل إلى 1792.13 دولار للأوقية. إلى السوق المحلية، حيث سجل الذهب عيار 18 نحو 677 جنيه للجرام، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 791 جنيه للجرام، في حين سجل الذهب عيار 24 نحو 905 جنيهات. وصل سعر جنيه الذهب إلى 6328 جنيها. ارتفعت أيضا أسعار النفط اليوم صوب تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر الماضي بفعل اضطرابات في كازاخستان. زاد خام برنت بما يعادل 0.9% ليصل إلى 82.75 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بما يعادل 1% ليصل إلى 80.23 دولار للبرميل الواحد.